بريطانيا تدعو لإلغاء الإدارة الذاتية، هل تلاقي الدعوة استجابة من الانتقالي أم أنه سيخوض معركته إلى النهاية منفردا؟ وهل يعكس الموقف البريطاني وجهة نظر المجتمع الدولي؟ أهلا بكم. في ضوء المستجدات الأخيرة، برز السفير البريطاني مايكل أرون ليدعو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لإلغاء قرار الإدارة الذاتية في سياق الحاجة لتنفيذ اتفاق الرياض ومن ثم تشكيل حكومة جديدة. الدعوة البريطانية لإلغاء قرار الإدارة الذاتية تضع الانتقالي ومن ورائه أبو ظبي أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه ضحايا الحرب والأوبئة المنتشرة في عدن وما حولها من المناطق المتأثرة بالمجريات الحاصلة. وهنا نتساءل، هل تعكس الرغبة البريطانية الموقف الدولي من القضية اليمنية برمتها فضلا عن الأزمة وتداعياتها بشكل عام؟ وعلى ضوء ذلك، ما مصير التحالف واتفاق الرياض والصراع في جنوب اليمن يا ترى؟ بتناقض عجيب يتعاطى المجتمع الدولي مع تعقيدات المشكلة اليمنية، فبينما يواجه الشعب اليمني عموما تداعيات جائحة الانقلاب منذ نحو 6 أعوام والتي أودت بالشعب إلى ما يعانيه الآن، تبرز من حين لآخر تصريحات دبلوماسية هي أقرب للمناورة منها إلى الواقعية. لم يكن موقف المجتمع الدولي جادا ولا حاسما تجاه إعلان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لما يسمى الإدارة الذاتية للمناطق الجنوبية، كان على ما يبدو يراعي مصالحه مع التحالف السعودي الإماراتي. الآن وعدن تشهد مأساة إنسانية غير مسبوقة، ظهر السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون يدعو الانتقالي لإلغاء إعلان الحكم الذاتي وإتاحة الفرصة لتنفيذ اتفاق الرياض، دعوة تضع الانتقالي وداعمي ورعاته في زاوية حرجة لتمتحن قدرتهم على تفهم دواعي المقترح البريطاني ورغبة المجتمع الدولي في إنجاز حل ينهي معاناة أبناء عدن. دعوة آرون كانت شاملة لجميع الأطراف وتتضمن مطالبة بإيقاف الحرب والتقدم باتجاه تسوية سياسية شاملة في البلد، متسائلا عن كيف يمكن استمرار القتال في هذه الظروف الإنسانية وفيروس كورونا وغيرها. لكن دعوته لإلغاء ما يسمى بالإدارة الذاتية في عدن تثير التساؤل عما إذا كان ما قاله يعكس موقف المجتمع الدولي وجديته تجاه المشكلة اليمنية بشكل عام بوصف بريطانيا راعية الملف اليمني في مجلس الأمن. بالمقابل، ثمة من يتساءل عن رغبة المجلس الانتقالي بالاستجابة للدعوة البريطانية، أم أن دعوات كهذه لن تجد لها صدى في أبو ظبي حيث يقيم قادة المجلس ويتلقون التوجيهات من حكام الإمارات. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى السيد صلاح باتيس. أهلا بك سيد الله أخي الكريم، أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن الحاجة كما يقول مايكل أرون تستدعي إلغاء الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية من قبل المجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة، ما قراءتك لهذا الموقف البريطاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة وهذه الفرصة ومناقشة موضوع ملف الجنوب وتحديدا اتفاق الرياض لأهميته في هذه اللحظات التي يمر بها شعبنا اليمني في ظروف صعبة جراء الحرب التي فرضت عليه بفعل الانقلاب الذي قاده الحوثيون بدعم من إيران والتمرد الذي قاده المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات، بالإضافة إلى الوباء المنتشر الذي تأثرت به كبرى دول العالم، فكيف بدولة مثل اليمن تفتقر إلى أبسط الإمكانيات؟ لا شك أن المعاناة ستكون مضاعفة، ولذلك نحتاج إلى جهود مكثفة من قبل الجميع لإنقاذ الشعب اليمني من هذه الكوارث، سواء الحرب أو الأوبئة أو حتى الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وغيرها. في الحقيقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي أساء إلى القضية الجنوبية، هم أولا لا يمثلوا الجنوب، هم مكون من المكونات، ينبغي أن يعرفوا حجمهم، مثلهم مثل غيرهم من المكونات الجنوبية، كل مكون يمثل نفسه وصفته الاعتبارية حتى لا يدعي أي مكون تمثيل الجنوب دون أي استحقاق أو انتخابات واستفتاء شعبي مارسه
أبناء الشعب بشكل عام واختاروا من يمثلهم حتى يقول أنه الممثل الشرعي والوحيد للقضية الجنوبية. هذا من حيث المبدأ. أساء إساءة فادحة، شوه صورة القضية الجنوبية أمام العالم، ادعى أنه الممثل الحصري والوحيد باطلا. للأسف الشديد تلقى دعم مباشر من الأشقاء في الإمارات العربية الذين اعتبروا أنفسهم عضو في التحالف العربي الداعم للشرعية، والمجلس الانتقالي انقلب وتمرد على الشرعية وحارب ولا زال يقاتل ويحارب جيش الشرعية. لذلك أدخل المحافظات الجنوبية وتحديدا عدن وما حولها، لأنني عندما أتحدث عن المحافظات الجنوبية أجد ما يقارب 85 أو 90% من الجغرافيا الجنوبية خارج سيطرة المجلس الانتقالي، هي تحت سلطة الشرعية. يعني ما يقارب منتصف أو أكثر من نصف محافظة أبين ومحافظة شبوة بالكامل ومحافظة حضرموت بالكامل ومحافظة المهرة بالكامل ومحافظة سقطرة بالكامل، يعني أنت تتحدث عن ما يقارب 90% من الجغرافيا الجنوبية خارج سيطرة المجلس الانتقالي ابتداء. وين كان التركيز السكاني في مناطق سيطرته؟ حتى التركيز السكاني هو ليس لديه، يعني السكان ليسوا في المناطق سيطرة المجلس الانتقالي، يعني ربما تقول 30% السكان الأكثر في حضرموت وفي شبوة وفي هذه المناطق الشرقية في المحافظات الشرقية ذات الكثافة ذات الجغرافيا الواسعة والموارد المتنوعة من موارد نفطية وموارد مائية وبحرية وموارد زراعية ورأس مال مهاجر، يعني مغتربين كثير من هذه المحافظات الشرقية ولديهم مشاريع واستثمارات ولديهم تواصل مع أبنائهم. أما المناطق هي مدينة عدن فقط ذات كثافة سكانية وذات مدنية، أما المحافظات الأخرى الضالع، ردفان، يافع، لاحج وغيرها هي مناطق تعيش فقر مدقع زادها هذا التمرد الذي قاده الانتقالي والظروف الصعبة زادتهم فقرا وحاجة، وكثير منهم نازحين عندنا في المناطق الشرقية، ونحن نكن التقدير والاحترام لهم جميعا لأننا نرى أننا نحن وهم وكل أبناء اليمن شعب واحد لولا هذه الصراعات التي فرضت على الشعب اليمني، ونحن ندعو إلى الالتفاف حول الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي للخروج من أكثر من أزمة، أزمات متراكمة لأكثر من 50 سنة نحو مستقبل أفضل سطره اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، والانتقال إلى دولة اتحادية ذات يعني ترتكز على العدالة والشراكة والحكم الرشيد. للأسف الشديد الإدارة الذاتية عندما يعلنها مكون ما هي اختبار لهذا المكون، هل لديه القوة الكافية لبسط نفوذه وسيطرته؟ وهذا غير موجود، لم يستطع أن يبسط سيطرته، ولذلك احتاج أن يتحالف مع قوات طارق محمد صالح في, 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 في الساحل الغربي وأجزاء من عدن. الأمر الآخر، احتاج لقوة خارجية لتدعمه وهي دولة الإمارات. الأمر الآخر، السخط الشعبي المتصاعد في مناطق السيطرة يرفض هذه الإدارة ويصفها بالفشل في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في الجانب الخدمي، في الجانب الأمني، في الجانب كل هذه الملفات ازدادت تفاقما وتعقيدا بغياب الحكومة الشرعية وسيطرة المجلس الانتقالي الغير واقعية. أخيرا سمعنا لهم دعوات يطالبوا بتدخل خارجي حتى في الإدارة، يعني يريدوا تسليم عدن لإدارة خارجية لأنهم يروا أنهم غير قادرين على إدارة المحافظة ولا يريدوا يسمحوا للحكومة أن تعود فتدير هذه المحافظة. لذلك عندما نتحدث بهذا المنطق لا نستهدف الجنوب ولا نهاجم الجنوب، فنحن جزء من هذا الجنوب ونحن أهله وأبناؤه، لكننا ننتقد ونستهدف المكون الذي فرض نفسه وصيا على الجنوب وممثلا للجنوب بشكل خطأ، بل زاد الطين بلة وقاد هذا التمرد العسكري المسلح المدعوم من الإمارات ليسقط معسكرات الدولة ومؤسسات الدولة ويدخل البلد في فتنة هي في غنى عنها، ونحن نواجه مشروعا أخطر وهو المشروع الإيراني الذي يقوده الحوثيون. فحدث تخادم بين المشروعين، بين الانتقالي والحوثي، بين الانقلاب في صنعاء والتمرد في عدن، وكلهم يستهدف الشرعية، يستهدف الجيش الوطني، يستهدف الدولة، يستهدف مخرجات الحوار، يستهدف المرجعيات الثلاث، يرفض كل المبادرات التي تفضي إلى حلول سلمية وحلول سياسية تحفظ لليمنيين
دماءهم وأموالهم وأعراضهم ومستقبلهم للأسف الشديد. نعم. دعنا نشك معنا سيد صلاح باتيس الناطق الرسمي لمجلس مقاومة عدن سيد علي الأحمدي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد علي الأحمدي. إذن السفير البريطاني لدى اليمن يقول إن الحاجة تستدعي لوقف إطلاق النار خاصة في أبيان خاصة في هذا الوقت. ما دلالات هذا التصريح في هذا التوقيت برأيك؟ مرحبا أخي الكريم ومساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة أن اليمن ومشكلة اليمن هي أحوج إلى مبادرة ذاتية وإلى اعتماد على أن يتحمل الكل مسؤوليته. لا تجدي ولا تنفع أي تصريحات ولا يعني تعليقات نسمعها من هنا وهناك، لأن المشكلة عميقة أعمق من موضوع الإدارة الذاتية أو ما نسمعه في صنعاء من تصرفات تقدم عليها ميليشيات الحوثي ويصير لها صدى إعلامي. نحن نعيش ضعف في القرار لدى الحكومة الشرعية، ضعف في المبادرة السياسية والتحرك السياسي. يقابله أن هناك مع الأسف من المكونات اليمنية من جعلوا أنفسهم مجرد أدوات للفوضى. أنا منذ أحداث أغسطس كنت أتكلم أن ما تحرك نحو أبيان ثم شبوة من قوات وتحركات هي مشاريع فوضى، لأنهم أنفسهم لا يدرون ماذا يريدون. يتخبطون تارة باسم تحرير عدن من الإرهاب ويقومون بالتمرد على الحكومة وطرد معسكرات الدولة، يزحفون نحو شبوة وحضرموت بدعوى طرد المحتلين منها رغم أن أبنائها هم من يديرها. الآن يعلنون شيء اسمه إدارة ذاتية، شيء لا يفهمون ما هو بأنفسهم. نحن نعيش مشكلتين، مشكلة لدى الحكومة الشرعية في ضعف القرار والتحرك السياسي، والمشكلة الثانية في الدور السلبي الذي حصل من التحالف في عدن، كما أنه قام بدور كبير بطرد بدعم المقاومة وطرد الحوثيين من عدن، لكن التصرفات التي تمت بدعم تشكيلات خارج إطار الدولة ودعمها وتمويلها من قبل التحالف مثلا بدولة الإمارات في محافظة عدن، هذا كان يهدم كل ما تم بناؤه في الفترة السابقة. حاليا المشهد في عدن يحتاج من الحكومة وضوح وتحرك سياسي قوي، ليس مجرد دعم الجبهة بالأسلحة والتعزيزات فقط، هذا أمر مهم ومطلوب، ولكن أنت الآن أمام انتهاك صريح للسيادة اليمنية عبر دعم هذه القوات وهذه الميليشيات غير الشرعية، دعمها بأسلحة نوعية لا تقل خطرا عن القصف الجوي. عندما تم قصف الجيش في العلم تحركت الحكومة وتم رفع مذكرات إلى مجلس الأمن وذهب وزير الخارجية بنفسه وتحدث وحصل حراك سياسي قوي. ما يجري الآن يفترض بالتوازي مع التحرك العسكري أو حتى قبل التحرك العسكري أن يكون هناك تحرك واضح وإدانة واضحة لتهريب الأسلحة عبر الميناء إلى هذه الميليشيات ودعمها بالمدرعات والأسلحة الحرارية التي صورتها الكاميرات وتباهى أفراد هذه الميليشيات بوجود هذه الأسلحة، الدعم المالي الذي يوجه للجنود، الرواتب التي بالعملة الصعبة تصرف لهؤلاء. كل هذه الانتهاك للسيادة يجب أن يكون أمامه موقف واضح صريح من الحكومة من كل أجهزتها بالتوازي، سواء مجلس النواب سواء يعني حكومة ورئيس حكومة وأعضاء. أما أن تكون التصريحات متناسبة، هناك جبهة قوية وقادة يتحدثون ويضحون وتسكن دماءهم لأجل إعادة الشرعية وإعادة الدولة، وهناك تحرك ضعيف هنا عبر تصريحات على خجل وحياء، هذا الأمر يجب إصلاحه ليستقيم الحال. أما بقاءنا بهذا الشكل، نحن منذ أحداث أغسطس لنا أكثر من 8 أشهر وأبناء المحافظات عدن وما جاورها
يقدمون وتنزف الدماء وتزهق الأرواح من الطرفين إن كان الانتقالي. طبعا لا أتحدث عن الإدارة الذاتية لأني أرى أنها مجرد عرض يعني لمشكلة أساسية وهي وجود هذه التشكيلات من الأساس. فهؤلاء إن كانوا لا يجيدون ولا يعرفون مصلحة أنفسهم ولا يستطيعون حتى خدمة قضيتهم، فالدور الأهم على الشرعية أن تكون صريحة وواضحة في قضيتها، واضحة بتحديد المكمن الخلل الرئيسي لمعالجته. أما بقاءنا في إطار معالجة المشاكل والتمردات هنا وهنا لن تنتهي وستستمر التدخلات الخارجية بهذا الشكل السابق. طيب بالحديث عن التدخلات الخارجية دعني وجه أو أتفضل بالبقاء معنا سيد الأحمد، يعود إليك سيد صلاح باتيس. يعني في سياق الحديث عن المجلس الانتقالي، الحكومة يعني في سياق الحديث عنها دائما يقال المعترف بها دوليا، لكن الآن في سياق أنك قلت أن المجلس الانتقالي يدعم من الإمارات، من أيضا يدعم المجلس الانتقالي؟ من هم حلفاء المجلس الانتقالي من وجهة نظرك؟ على من يستند؟ القضية ليست حديثة، يعني الحكومة اعترضت منذ وقت مبكر لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية قادة التحالف العربي أن هناك تصرفات من قبل الإمارات تسيء إلى اليمن وتسيء إلى التحالف العربي وتنحرف بسير العمليات وأيضا تخرج عن أهداف التحالف العربي المعلنة والمعروف والمعروفة لدى الجميع هو تحالف دعم الشرعية. لكن للأسف الشديد لم تلقى الحكومة الشرعية أي تجاوب، وفي نفس الوقت استمرت الإمارات في بناء الكيانات الموازية للدولة وأيضا التشكيلات العسكرية والميليشيا المسلحة خارج إطار مؤسستي الدفاع والأمن. بنت أكثر من تشكيل عسكري، لولا أن الجهود من قبل السلطات المحلية في هذه المحافظات حالت دون خروج هذه التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة. فاستطاعت مثلا استطاع أبناء حضرموت، محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني وكذلك محافظ شبوة في المعركة الأخيرة أن يستوعبوا هذه التشكيلات العسكرية من النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية، وتم استيعابها داخل أو في إطار مؤسسات الدولة ومؤسستي الجيش والأمن. لكن بقيت التشكيلات العسكرية الأخرى التي قامت ببنائها الإمارات ودعمها خارج إطار الشرعية وخارج إطار الحكومة الشرعية في عدن والضالع ويافع وأيضا في الساحل الغربي على مرمى ومسمع دولي، على مرمى ومسمع وتصريحات واحتجاجات و خلافات، إلى درجة أنهم منعوا طائرة الرئيس، يعني الإمارات نفسها منعت طائرة الرئيس عبد الرب منصور هادي من أن تعود إلى عدن، ودخلت في مواجهة مباشرة مع الحكومة الشرعية ووصفت الجيش الوطني بالإرهاب وقصفته بالطيران، أمور كثيرة متراكمة يعني. وآن لهذا أن الملف أن يغلق وينتهي، لأن اليمنيين لن يسكتوا ولن يصمتوا، وتحركت الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومته والبرلمان تحركوا بشكل كبير ولا زالوا يتحركون. ولذلك تقلص نفوذ هذه الميليشيا وهذه الكيانات الموازية والتشكيلات العسكرية، تقلصت في المساحة الجغرافية التي بنيت فيها وشكلت فيها، وبقيت فقط في منطقة محدودة يقودها المجلس الانتقالي الآن. والمجلس الانتقالي إذا حكموا العقل، ونحن نكبر لدى الأخ عيدروس الزبيدي أن ونربأ به أن يكون أداه بيد غيره لضرب الجنوب أولا وضرب عدن وضرب البنية التحتية لهذه المنطقة، وهو يعلم جيدا ومن معه في المجلس الانتقالي أن الرئيس عبد الرب منصور هادي أبو الجميع وهو ابن الجنوب. لا يمكن أن يقبل الرئيس عبد الرب منصور هادي بأن تظلم عدن وأن يظلم الجنوب مرة أخرى، وهو قاد عملية الانتقال السلمي للسلطة وإعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية والانتقال إلى الدولة الاتحادية والحكم الرشيد ومخرجات الحوار الوطني، كل هذه قادها الرئيس عبد الرب منصور هادي ومعه كل أبناء اليمن الوطنيين الذين يؤمنوا بأن التغيير يجب أن يكون، وأنه لا مكان ولا مجال لبقاء الوضع على ما هو عليه قبل 90 ولا العودة إلى ما قبل 90، كله بلاء وكله شر وتجريب المجرب خطأ. لذلك يعني أنا أرجو من الإخوة في المجلس الانتقالي أن يحكموا العقل وأن يتجهوا باتجاه إحلال السلام الدائم، تنفيذ اتفاق الرياض، دمج هذه التشكيلات كما فعل إخوانهم في شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة وغيرها في إطار مؤسستي
الداخلية والدفاع، وأن يكون أبناء هذه المحافظات هم الذين يتولوا أمنها في مؤسسات أمنية وأجهزة أمنية ضمن وزارة الداخلية، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني. كل هذه الأمور هي الأصل أن تكون استحقاقات وأن تنفذ بعد أن يتم استعادة إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة لولا هذه الحرب. لكن اليوم فرصة أمام المجلس الانتقالي وأمام التشكيلات العسكرية التي لا زالت بيده، بدلا من أن تذهب في حرب عبثية يموت وهم متمردين، الأصل أن يكونوا ضمن الوحدات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية كما فعل إخوانهم في النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، وها هم اليوم هم الذين يديرون المشهد الأمني في محافظتي حضرموت وشبوة. لا يوجد هناك لدى السلطة الشرعية ولدى الحكومة الشرعية ولدى الرئيس عبد الرب منصور هادي رغبة في أن يقصيهم أو يحاكمهم أو يقضي عليهم، لا أبدا، هذا كلام غير صحيح. والأصل أن هناك توجه لأن تكون هذه المحافظات وهي تحمل قضية معترف بها ومقدسة، وكلنا نعلم أن القضية الجنوبية هي قضية محورية في الملف اليمني وأعطيت حقها والإنصاف الذي حظي به أبناء الجنوب في مخرجات الحوار الوطني لم يكن يحلم به أحد على الإطلاق. لذلك ينبغي أن نحكم العقل وأن نتجه إلى تنفيذ اتفاق الرياض وإحلال السلام في هذه المناطق وتوحيد الجبهة باتجاه العدو الأخطر الذي يستهدفنا جميعا وهو المشروع الإيراني. وقد أشرت إلى الأوضاع في المناطق الجنوبية، دعني أسأل السيد علي الأحمدي في هذا السياق. سيد الأحمدي، يعني هذه المعارك يتحدث كثيرون الإعلان الإدارة الذاتية ثم المعارك التي تتلى ذلك ما الوضع في أبين وما شابه، يتحدث كثيرون على أنها تتسبب بإضعاف جهود الأجهزة الرسمية في احتواء كورونا غيرها من الأوبئة، المشاكل المتعلقة أيضا بالبنية التحتية. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟ الحقيقة أخي الكريم، ليست مجرد الإدارة الذاتية بل الوضع برمته منذ تحرير مدينة عدن. لم تشهد هذه المحافظة التي تعيش هذه المآسي لم تشهد أي تحرك حقيقي لإعادة بناء مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب واللائق، سواء المؤسسات الأمنية سواء القطاع الصحي أو القطاع التعليمي. الوضع مع الأسف والله يؤسفنا عم نتكلم بعد 5 سنوات على تحرير عدن وبعد الآمال التي عقدها كل اليمنيين حتى في صنعاء وفي صعدة وفي تهامة وفي حضرموت، كان ينظرون إلى تحرير عدن أنها هي بشارة النصر وعودة الدولة من جديد، اللي يفاجئوا بوضع تتحول فيه عدن إلى مأساة وإلى قضية يعني أحزنت كل غيور من أبناء اليمن، بل صارت المسألة تطرق على مستوى العالم العربي وصار العرب ينظرون إلى الحال البائس الذي تعيشه مدينة عدن وما جاورها. طبعا من الأسباب الرئيسية هو منشنة مدينة عدن والذي انعكس على أداء مختلف المؤسسات. كان يحدثنا رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن كثير من المشاكل وعدم وجود رأس أمني واحد في مدينة عدن يمكن أن يتم التعامل معه، كما رأينا في نقل مثلا الأموال من الميناء إلى البنك المركزي كان يتم التعرض لها والتقطع لها. الرئيس كما تفضل الشيخ صلاح لم يمكن من النزول ذات مرة. كثير من الأمور توجهها في النهاية بالتمرد المسلح على الحكومة وطرد الحكومة ومنعها من مزاولة عملها. كيف يمكن أن تتحقق تنمية؟ كيف يمكن أن يحدث معالجة للقضايا الخدمية المنهارة في مدينة عدن؟ الكهرباء وانقطاعها، المياه الشرب وانقطاعها بالأيام عن الأحياء، النظافة إلى آخره. والآن طبعا الكارثة الكبرى وهو وباء كورونا، يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، على الحكومة الشرعية أن تكون حازمة نحو الجانب السياسي في هذا الموضوع وتصعيد الخطاب وتحمل المسؤولية بشكل أكبر، على التحالف أن يكون
حازم، لأن التحالف بقيادة الملك العربية السعودية قد وصلوا إلى حل مرضي أن يتم حل الإشكالية الموجودة في عدن بإخراج جميع القوات والتشكيلات العسكرية من مدينة عدن وإعادة تشكيل قوة أمنية تبع وزارة الداخلية من جميع أطياف الشعب في عدن. أيضا الجانب وزارة الدفاع ويكون لها دور حاضر وواضح. يعني فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض. أي نعم أخي الكريم، وهو الحل الذي اتفق عليه الجميع، وكما تفضلتم أن هنا وزير الخارجية البريطاني يدعو لتنفيذه وغير من المسؤولين في العالم الذين أيدوا مثل هذا الاتفاق. حسناً، ما المانع أن يتم تطبيقه؟ وما هذه المماطلة 8 أشهر والناس يتجرعون المآسي سواء في الجانب الصحي التعليمي الكهرباء إلى آخره. نحن بحاجة إلى أن يتحمل الجميع مسؤوليته، أن توضع النقاط على الحروف. أن وقد أشرت إلى الموقف. نعم، أشكرك إذن جزيل الشكر سيد علي الأحمدي الناطق الرسمي لمجلس مقاومة عدن، كنت معنا بالهاتف من الرياض. وقد يعني إذا ما عدنا إلى المجلس، إلى الموقف البريطاني، يعني في أثناء هذه التصريحات التي يطلقها السفير البريطاني حول ضرورة إلغاء الإدارة الذاتية، عيدروس الزبيدي في الرياض يستقبل ممثلين عن بريطانيا ويستقبل يعني يستقبل أيضا ممثلين عن السويد وغيرها. كيف تقرأ الموقف الدولي فيما يخص هذه يعني إعلان الإدارة الذاتية، تنفيذ اتفاق الرياض وغيره؟ أنا أقرأ الموقف الدولي منطلق من الموقف السعودي. الموقف السعودي ينطلق من تحكيم العقل ومحاولة جر الطرفين إلى تطبيق اتفاق الرياض حقنا للدماء وتوحيدا للجبهة الوطنية، الجبهة اليمنية بقيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومته وجيشه الوطني باتجاه إنهاء الانقلاب الحوثي وعودة مؤسسات الدولة. لذلك الأشقاء في المملكة العربية السعودية يرون أن بقيت هناك محاولات لتحكيم العقل لدى الإخوة في المجلس الانتقالي، ولذلك نجد أن سفراء الدول مختلفة، السفير الفرنسي، السفير الروسي، السفير البريطاني وغيرهم من السفراء ومكتب المبعوث وغيرهم، يحاولوا الالتقاء بالأخ عيدروس الزبيدي وإقناعه أن تطبيق الرياض يحفظ، أولا يحقن الدماء، يوحد الجبهة، في نفس الوقت يحفظ عدن والمحافظات المحررة بشكل عام والمحافظات الجنوبية بشكل عام من اقتتال آخر عبثي لا داعي له. وهنا مسألة مهمة هي سبب الإشكال تحديدا. الإخوة في المجلس الانتقالي مصرين على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، بينما الجميع يقول لهم الآن سواء المبعوث أو السفير البريطاني أو السفراء الذين يلتقون الآن بعيدروس أو الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومن له علاقة بالإخوة في المجلس الانتقالي، يقولون لهم أن اتفاق الرياض منظومة متكاملة وهناك آلية مزمنة وهناك إجراءات تنفيذية تم الاتفاق عليها، فينبغي أن لا تعطلوا المسألة برمتها مقابل أن تكونوا أعضاء في حكومة أو يكون المحافظ منكم أو مدير الأمن منكم، لأن الشق السياسي قضية تشكيل الحكومة وقضية تعيين محافظ لعدن ومدير أمن ومحافظين للمحافظات الجنوبية وكل ما يتعلق بالجوانب السياسية، الأصل أن تكون متزامنة مع تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وهو إخراج القوات العسكرية وتسليم الأسلحة للمعسكر التابع للتحالف العربي في عدن، يكون بإشراف التحالف العربي في عدن، وتشكيل دمج الوحدات والتشكيلات العسكرية في إطار مؤسسة الأمن والجيش الوطني تحت إدارة وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم أمن عدن لهذه التشكيلات التي تتبع وزارة الداخلية لحفظها وأمنها، وبعد ذلك يكون هناك تحديث عن تشكيل الحكومة والإجراءات السياسية الأخرى. حتى تشكيل الحكومة، عندما نتحدث عن حكومة من 24 وزير على أعلى تقدير مناصفة بين الشمال والجنوب، هذا نصت عليه أيضا وثيقة الحلول والضمانات في مخرجات الحوار الوطني، هناك ملحق اسمه وثيقة الحلول والضمانات، يعني حلول القضية الجنوبية لا بد لها من ضمانات، من الضمانات أن تدار المرحلة الانتقالية ودورة انتخابية كاملة مناصفة في المؤسسات العليا للدولة، في الحكومة، في قيادات الدولة العليا للدولة لليمن، مناصفة بين الشمال والجنوب. يعني
هذا الأمر موجود ويبدو أنه يعني يعني المجلس الانتقالي يعلم وغيرهم يعلم أو على الأقل طلعوا عليه، لكن في نهاية المطاف الآن أنت أشرت إلى الموقف السعودي، عيدروس الزبيدي كان في أبو ظبي يتخذ من أبو ظبي مقرا له، الآن هو في الرياض وفي قصر يبدو يستقبل مبعوثين دوليين وغير ذلك. هل انتقل الراعي لتحركات الزبيدي ومواقفه من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية؟ نحن نتمنى، والله أنا تحديدا شخصيا أتمنى أن تكون أن يكون الراعي قد انتقل وأن يكون قد أخذوا الأشقاء في المملكة العربية السعودية المجلس الانتقالي إليهم، لأني على ثقة أن السعودية لن تسمح بإضعاف الشرعية أو تشكيلات خارج إطار الشرعية أو صراع بين كيانات تدعم السعودية. يعني هذا العكس، أن السعودية باتت بموقف مختلف من الشرعية وتريد؟ لا أبدا، أنا أقول لك أن السعودية تحتضن الشرعية وتدعم الشرعية، فلن تسمح لتشكيلات عسكرية ترعاها السعودية أيضا تكون تضرب الشرعية، لأن هذا الأمر يسيء للسعودية وتاريخ السعودية وحجمها وثقلها وموقعها الإقليمي والدولي، لا يسمح للمملكة أن تفعل هذا. بينما الإمارات للأسف الشديد سقطت في أمام اليمنيين وأمام العالم بأجمعه أن تكون جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية ثم تدعم كيانات موازية تضرب الشرعية، السعودية لا يمكن أن تقبل بهذا. طيب لذلك نحن نتمنى أن يثق الإخوة في المجلس الانتقالي في المملكة العربية السعودية كما يثق بها قادة الشرعية، ويلتقوا جميعا في الرياض ونخرج من هذا المعترك ونتجه نحو الهدف الأخطر والأهم لإسقاط المشروع الإيراني الذي يستهدفنا جميعا. في هذا السياق دعنا نشك معنا في الحوار اللواء مسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي سيد صالح باتيس، أرحب بك وأن تنضم لنا عبر الهاتف من الرياض سيادة اللواء. كيف تابعتم تصريحات السفير البريطاني لدى اليمن الذي تحدث صراحة عن الحاجة لإلغاء إعلان الإدارة الذاتية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي وتنفيذ اتفاق رياض وتشكيل حكومة جديدة؟ سيادة اللواء هل تسمعني؟ سيادة اللواء هناك إشكالية في التواصل إذن مع سيادة اللواء، سنعيد الاتصال به. نحن كنت تتحدث أو كنت تشير إلى دور المملكة العربية السعودية، لكن في سياق الحديث عن الدور الدولي دوما تكون البوابة الإنسانية يقول كثيرون أنها السبب في اتفاق ستوكهولم. القوات يعني التابعة والمؤيدة للحكومة كانت متقدمة للحديدة، توقفت هناك، الآن هناك أزمة كورونا. يعني هل تلعب الدول الكبرى والدول الإقليمية أيضا على مسألة الملف الإنساني في تعكير ما وصلت إليه، يمكن القول ما وصلت إليه القوات الشرعية من منجزات، خاصة فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية؟ أنا أقول هنا وأكرر ما قلته وأقوله كثيرا وقاله غيري، أن دور الأمم المتحدة للأسف الشديد في التماهي مع الميليشيا التي تستهدف الشرعية وتضر بالدولة اليمنية ومؤسساتها المختلفة مدعية بذلك أنها تدعم الجهود الإنسانية، للأسف الشديد دور مشكوك فيه ودور غير موفق. ونحن تحدثنا كثيرا وقلنا ينبغي على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى اليمن أن يكون صريح وواضح في توصيف المشهد وتوصيف الطرف المعطل والمعرقل لكل جهود السلام في اليمن. الوقوف في المنطقة الرمادية والمواقف الضبابية المتماهية مع الدور الخطير الذي تقوم به الميليشيا من انتهاك لحقوق الإنسان، من تعطيل الجهود الإنسانية، من استهداف لمؤسسات الدولة، من اختطاف للمدنيين، من استخدام الدروع البشرية، من زراعة الألغام، من تجنيد الأطفال، كل هذه الجرائم التي يحرمها ويجرمها القانون الدولي وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك نجد أن المبعوث والمكتب والأمم المتحدة تتماهى مع هذه الأمور، زادت الوضع الإنساني سوءا في اليمن، هم لا يعالجوا الوضع الإنساني. لذلك وكانت هناك مواقف دولية أخرى، يعني نعم، دول كبرى، لكن سنتحدث عن هذه النقطة. يعود قبل ذلك يعود إلينا سيادة اللواء مسرور الأحمر، يرحب بك مجددا سيادة اللواء، هل الصوت واضح لديك؟
مساء الخير لك وضيوفك الكرام ومشاهديكم، الصوت واضح جدا. عظيم، أهلا وسهلا بك. إذن سيادة اللواء، أسألك عن تصريحات السفير البريطاني لدى اليمن، يقول هناك حاجة لإلغاء الإدارة الذاتية من قبل المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض، ما رأيك أو كيف تابعت هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اطلعت على تصريحات السفير البريطاني، وهو جيد أنه يصدر هذا التصريح من ممثل يعني دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا شيء جيد. أما بالنسبة لفحوى التصريح، فالجميع يرغب في الوصول إلى النتيجة التي يعني عرضها السفير البريطاني. الجميع يرغب في أنه إذا كان المجلس الانتقالي في الجنوب لديه مشروع انفصالي أو لديه توجهات أخرى أو ما إلى ذلك، عليه أن يؤجل هذا الرغبة وهذا التوجه حتى يتم اكتمال تحرير الأجزاء الباقية من اليمن، ثم لكل حادث حديث. في هذا اللحظات عندما يتبنى المجلس الانتقالي مثل هذا المطالب، فبالتالي هو يعني يشغل الحكومة الشرعية ويشغل التحالف ويشغل الدول المهتمة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بالوضع اليمني العام، ويخلق هناك انقسام في الحالة اليمنية في يعني في القتال ضد الميليشيات الحوثية التي تحتل الأجزاء المهمة من الأراضي اليمنية. فهذا التصريح هو جيد، ولكنه الرغبة في أن يكون هناك شيء عملي أو ضغوط تؤدي إلى استجابة الانتقالي لهذا الأمر. لكن ألا يلقي هذا بالمسؤولية على الأطراف، يعني على الطرف الضامن لاتفاق الرياض في نهاية المطاف، المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية عزيزي هي يعني حاولت أن تجمع الطرفين، رعت مفاوضات لمدة حوالي تقريبا شهر في الرياض، وضع هناك نقاط اتفاق. نقاط هذا الاتفاق كان هناك يعني خلل من الطرفين، ربما هناك تأخير من جهة، وبالنسبة للمجلس الانتقالي رفض في بعض البنود، بالإضافة إلى أنه النوايا لم تكن حسنة. لو كانت النوايا حسنة لكان تم تنفيذ نوايا المجلس الانتقالي، كان وصلوا إلى اتفاق وتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض. المملكة العربية السعودية تقوم يعني بدور توفيقي ما بين الفرقاء في اليمن لمحاولة جمعهم يعني ليكونوا صفا واحد أمام الخطر الموجود في الشمال اليمني. وما يرى الآخرين مثل المجلس الانتقالي أو غيرهم وسم أي أطراف أخرى، يجب أن تؤجل هذا الأمور حتى عودة الحكومة الشرعية، حتى استتباب الأمن، حتى عودة الأمور لطبيعتها. ولكن ربما أنه المجلس الانتقالي يفكر بأنه عندما يرى هذا الوضع بهذا الشكل في اليمن، تأخر الحسم في الشمال، هناك إشكالات معينة، فربما هو يرى أنها تكون له فرصة بأن ينفصل بالجنوب. وانا اتوقع انه هذا التفكير غير منطقي وغير عملي في مثل هذا الظروف. لا، لكن ما هي يعني كيف سيواجه من قبل الرياض، وهي التي يعني قامت باتفاق الرياض، هي الضامنه لهذا الاتفاق، يعني في حال استمر رفض الانتقالي للعوده عن اعلان الاداره الذاتيه، وهي الخطوه التي اعتبرت من قبل المملكه العربيه السعوديه احاديه، ما هي الاجراءات التي ستقوم بها المملكه تجاه ذلك؟ أنا أتوقع أنه المملكة العربية السعودية يعني كثير من أوراق اللعبة بيدها، ولكن لا أتوقع أنها راح تلجأ إلى مثلا القوة العسكرية مباشرة. فالمملكة العربية السعودية تقوم بدور توفيقي ما بين الطرفين، وتحاول قدر الإمكان أن يصلوا إلى تفاهم مشترك بما ينقذ اليمن من الانقسام. يعني هذه هي الطريقة التي تتبعها المملكة. إحنا رأينا كيف الرياض استقبلت عيدروس الزبيدي، حاولوا فيه اتصالات، هناك فيه تنسيق، هناك فيه مطالبات لتنفيذ النقاط المتفق عليها في الرياض، مطالبات الحكومة الشرعية بأن إذا كان هناك بعض النقاط لم يتم تنفيذها يعني عليهم تنفيذها. لا يعني هي مجموعة من الإشكالات
يجب أن تكون النوايا حسنة ليتم تنفيذ هذا الاتفاق. إذا كانت النوايا غير حسنة فلن يتم تنفيذه مهما كان هذا الاتفاق من يعني من بلاغته ومن جودته على الأرض. شكرا. فلن يكون له يعني ذاك المفعول. شكرا. أنا أرى أنه إن شاء الله ربما المملكة العربية السعودية تصل إلى حل أو بشكل أو بآخر مع المجلس الانتقالي بأن يعود إلى الشرعية وأن ينفذ اتفاق الرياض حسب ما تم الاتفاق. شكرا لك اللواء المسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا بالهاتف من الرياض. بعودة إليك سيد صلاح باتيس، يعني أسألك ذات السؤال، ما الذي لدى المملكة العربية السعودية فعله إذا ما استمر المجلس الانتقالي؟ لم يستمع لي دعواتها المتكررة فيما يتعلق بتوقف الإدارة الذاتية أو إعلان العودة عن إعلان الإدارة الذاتية، وكذا هذه الدعوات الدولية سواء البريطانية أو غيرها أيضا للعودة عن هذا الإعلان. المعروف عن الموقف السعودي وضوح وصراحة وثبات في الموقف السعودي، وترجمه الآن الأخ اللواء مستور، أن المملكة العربية السعودية ستستمر في دعمها للسلطة الشرعية، هذا بلا لكن شك. هذه التصريحات في نهاية المطاف على ليس الأرض التصريحات، موقف على الأرض، يعني الدعم الآن الذي تتلقاه الشرعية والجيش الوطني والتسليح الذي يتلقاه الجيش الوطني هو من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تحديدا، لكنها قد لا تستخدم القوة العسكرية بشكل مباشر ضد المجلس الانتقالي، كون المجلس الانتقالي نرى أنه شريك في يوم من الأيام، أو على الأقل هذه القوات التي انضوت تحت المجلس الانتقالي شريك في مقاومة الحوثي. لذلك أكثر حرصا نحن والأشقاء في المملكة العربية السعودية أن تنضوي هذه القوات وهذه التشكيلات تحت سلطة الشرعية، ونكون جبهة واحدة وقوة واحدة ضد المشروع الإيراني وضد الانقلاب الحوثي. هذا هو موقف السعودية، يعني لا نريد أن نخسر هذه القوات ولا هذه التشكيلات التي دربت وسلحت في يوم من الأيام لمقاومة المشروع الإيراني، ثم بعد ذلك للأسف الشديد أخذتها الإمارات في تشكيلات أخرى خارج الشرعية ومعادية بشكل مباشر للقوى الشرعية السلطة الشرعية. السعودية موقفها مختلف، لكن لا ننسى سيد باتيس، السعودية هي قائدة التحالف. نعم. العربي. نعم. تحالف أو تحالف السعودي الإماراتي. نعم. السعودي الإماراتي، السعودي التحالف العربي، يعني في نهاية المطاف لا زالت توجد السودان وتوجد مصر وتوجد، وين سحبت قواتها؟ يعني في نهاية المطاف هي قائدة لهذا التحالف. نعم. الإمارات عضو في هذا التحالف. نعم. كيف ترضى بمثل هذه التصرفات؟ هذا السؤال يوجه للأشقاء في السعودية، وأنا أعتقد أن الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية تتابع هذا الملف وهذا الأمر وهذه القضية لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، أنه لابد من دور للمملكة العربية السعودية كونها قائدة التحالف العربي يوقف الإمارات عند حدها ويمنعها من التمادي في دعم تشكيلات عسكرية وميليشيا خارج إطار السلطة الشرعية. هذه قضية تتعلق بالحكومة الشرعية والأشقاء في المملكة العربية السعودية يتدارسونها معا، وسيأتي اليوم الذي إما أن يستقيم فيه التوجه الإماراتي كما هو الحال مع السعودية في التحالف العربي وأهدافه المعلنة، أو يكون للمملكة العربية السعودية دور في إيقاف الإمارات كما هو الحال أو كما رأينا من اختلاف في يوم من الأيام مع قطر مثلا. لذلك أنا أعتقد أن تدخلنا، يعني إلى أي مدى أنت راضي عن إدارة التحالف لملف الصراع في المحافظات الجنوبية؟ أنا لست راضي لا عن إدارة الشرعية ولا عن إدارة التحالف باختصار، لكن الإمارات أقول أن إدارة التحالف العربي وإدارة الشرعية فيها صواب كثير وهناك أخطاء ينبغي أن تصوب، ونحن مستمرون في محاولة تصويب هذه الأخطاء فيما يتعلق بإدارة السلطة الشرعية وإدارة التحالف، لكن دور الإمارات دور أصبح معادي للشرعية. سالت دماء، اعتقلوا أناس، هجرت أسر، يعني استهدفوا أناس. أنا عن نفسي شخصيا مقدم بلاغ رسمي لدى المحاكم في أمريكا في بريطانيا في تركيا ضد الإمارات باتهامها باغتيال أخي، لأن المرتزقة الذين جلبتهم وكشفتهم التحقيقات الدولية ولجان مختلفة وملفات كثيرة كشفت أن الإمارات استخدمت مرتزقة ونفذت عمليات اغتيال وقامت باعتداءات لا يتصورها عقل. لذلك الإمارات، موقفنا من الإمارات مختلف عن موقفنا من السعودية. إذا كانت هناك أخطاء
لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إدارة الملف، فهناك لدينا نحن أخطاء في إدارة الشرعية، لكن هذه الأخطاء ستصحح لأنها لم تخرج إلى الحد الذي خرجت فيه الإمارات وأصبحت معادية لليمنيين وشرعيتهم وجيشهم الوطني وحكومتهم الشرعية. هذا أمر مختلف. لذلك أنا أعتقد أخي الكريم أن المجلس الانتقالي بالجهود المبذولة اليوم إذا كان بقية من عقل وحكموا العقل والمنطق فهي فرصة. وجودهم في الرياض ووجود السلطة الشرعية في الرياض وبرعاية المملكة العربية السعودية نستطيع أن نصل إلى توافق حول اتفاق الرياض وآلية تنفيذه لتتحد هذه القوات وهؤلاء الرجال وهذه الأسلحة وهذه الإمكانيات لمواجهة الخطر الحوثي ما لم سيكون للسلطة الشرعية قرارها. والجيش الوطني على حدود زنجبار سيحسم معركته وسيبسط نفوذه على كل المناطق المحررة حتى يتفرغ لتحرير بقية الأراضي إن شاء الله. شكرا لك إذا سيد صلاح بتيس عضو مجلس الشورى، كنت معنا في الحلقة اليوم من المسالمة. حياكم الله. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.